الحمد لله وكفى وصلاة الله وسلامه على رسوله المصطفى وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أحبتي في الله، الله تبارك وتعالى وحلي هاي السنن هي عادات وكون كن كما مولاه أو يسوي ودكي عادات كيسية سنن كيسنا وحا كم ذا inuu adoomadiisa imtixaano oo uu mariyo imtixaanaad kala duwan oo wajiyo kala duwan leh, kolba qaab iyo midab ku imaanaya, si Rabbi tabaaraka wa tacaala uu u imtixaano u muujiyo midkooda sabraya iyo midka aan sabraynin, ka shukrinaya iyo midka aan shukrinaynin, si loo kala saaro. ابتلاءاتكو سيابك لك ديسمبر كو إيمانا، يعني امتحاناتك ربي تبارك وتعالى. الله تبارك وتعالى وحوليه هي أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ميسا أركين إلا امتحانا يو سند والبنحدي سمر مثل وقور كدب نهدي إلا امتحاني مصر نقونيان متوبت كينيان ما فهميان وحن صعدة إيو سببتو كويمد إيو سيدي لغو قادلها ما فهميان وحي كاني أي كسي مدح ذاقهين. الله تبارك وتعالى امتحاناتك أدومدي سأمري عامك وحا كمدة إنو أباركو ابتليو إن روبك لقباتشيو lugu yareeyo ama laga bajoojiyo ba sanad laba sano waxay noqoto. Ilaahi maamulkiisa way tabaaraka wa taala waxay adooma wax ka qaban karaanna ma aha awood ma ay laha awood ay samada roob kaga keensadaan male awood ay dhulka wax kaga soo saartaanna male dhibicda samada ka imaanaysa haddii la waayana dhulka korkiisa noolali kama suuroobi karto. نول كما نولان كرو ولا بدان لغو نولان كرين ولا برغان لغو نولان كرين سيداس دراديد بان ربيغان قرآن كريم كاوحوين نووشيه نول كستا نول شيسا نول كستا بيها سا أصلوا بيها أنا إلهي باكينا تبارك وتعالى فرأيتم الماء الذي تشربون بل كورم بيها أنا العبيزان أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون ما إذنك ضرورة كسود دكي مس أنجا سود دكي نبي الأربية تبارك وتعالى ويا سود دكي كري هدي خلقه إسوتها وما سود دكي كران ربنا ما كاني كران الله تبارك وتعالى أدوم ذي سوى امتحان يا حكم ككتش روحة كم ذا إنسان نظل امتحانه وأبار له امتحانه وحوله بابان وضدك قرب بابان إلهي حكمة دي شيء كم تاه تبارك وتعالى محايل الضومة هذه برواق اللو دايو وأن مرنا لغو امتحان لبئي أبارا لغو امتحان ويكبريان. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء ولغا هداد برواق كل احترتو كبر إيا إسلوين باكو قلي الضومة إن قدر كود الله تصئي التبرتو دا أيا ربي تبارك وتعالى حكمته سكم ذا إنه ربك كعشض وحي صوب حلهانا سيدا لقوة أيو هلاك إيا مركا لا وجه حالة خطر الله بما مولا تبارك وتعالى لكن وحكست السبب لي داونا والي قابل وقبحنا والي سيدا استرادت بوحا لقى مرمانا حالة هنا وكلا مركي مادان إن لقات أسبابتي لبكا إلهي كو قادلها ee aan lagu sii madax adeegin wixii dhibkan keenay. Waxaa ka mid ah asbaabtaasi Qur'aanka Kariimka Ilaahay noogu sheegay tabaaraka wa tacaala inay adoomadu Ilaahay u soo noqdaan, inay tawbad keenaan, inay dambi dhaaf weydiistaan, in si wada jir ah iyo si gooni gooni aba Ilaahay loogu soo noqdo allihii dhibkan keenay si uu u qaado. نبي الله هود عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام تلكي وحو كويل ور تلك يو إلهي دم بداف ويديست أنص نقض الصمد إذين فصحي ياي نبي الله نوح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام استغنى قوم كي سيدا سكويري
وقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. إلهي دم بداف ويديست دنوب تردافاي حداد دم بداف ويدسدب أغسر نقطان يرسل السماء عليكم مدرارا سمديبو إذين فصحيا إذين ديريا يضو درسان ودبعوا وين كإيمانا يو بركيا خير وطاي مركاسا وحاكرنا لنا يبيها السمد كيمد بيروه ياسين دوين إذين كيو ترما عرورتي ودلتا خير فربضان للكيو برواقوبا كدلنا حوله يبني آدم كيو درقا كدلنا محي كتم دو فروه يهي فقلت استغفروا ربكم الله دم بداف ويديس وصور نقضة حلكو كاسواه أدومدوا قلدمين الله بيكا حريك فرتين حكم كيسي حق كيسي بي قاربضان يبوبين شرع كيسي بي ماشا كسارين شروع بني آدم ليه هاي محكمة ده هاتكتين ديك حارانا يداديين حول حرام يعنين ويكوحد قد بين حقوق دي الله إن لوين يون لإلالي حقوق دي سأهد بي كتنتين انت برطوض الله تصوي مرك مربتان إن لقاد مرك فقلت استغفروا ربكم استغفروا ربكم إلهي أصول نقضة تبارك وتعالى لبكاس الله إذن كقاد وحكم إذا أسباب تاس الله تبارك وتعالى مركي للرميو لأطيعوه للكوا برواقو به للكوا بركدي سوصوصا راسمدون خيرات كيدي بركدي دي سود دي سود دي سا لكن مركي إلهي لغو كفريو أو لسنتاغو أو لكبرو أو إلهي كي كون كان أبورتا لسكتاغو لسكتاغو أو لإنكيري تشريتان كيسا أو محو أهاي ربي وحو حرمي لغو تنتو مركز ربي تبارك وتعالى أدوم ديسا عقوبة إيمانيسا مركز سيداس دراديد باربيغا وحولي تبارك وتعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا دادك مغالوين كدقن دادك دقموين كدقري هدي ألاك عبسي إيمان إسكودر إلهايين وحان أفر إلهايين سماواتك إيردولالك بركاتك كتيرا وحا خيرات للك كتيرا سوفر ملها سمدنا بركاتك إذا يسود دين لهاي لكن وحوي الإيمان والتقوى الإيمان صحيحة هي التقوى وإله طاعة إساء تبارك وتعالى وعكم إذا أسباب تلوبة هي إن لقات حالة دمرك سيدا أمركته سي إلهي ديبك أضمضة أقاضه وحكم إذا إن لقدت حقوق ضحولها سكد واجبك إن لبحيو قرابة إن لحريريو إن حولها إلهي كسي حقوق با لقولي هاي ألا كواتشبيي أو مساكينتي فقراء أواتشبيي إن لبحيو هدي اللي عشدو الزكادي حولها كواتشبتي ألا نرد بعدي كرك إيماني سيبو عشانيا نبي قال الناس سيدا صلوات ربي وسلام عليه ضدك هدي الزكادة حولها دا عشدان أو الريبتان سمدق بعدي كإيماني سيبا لقا عشانو إلهي كريبانيا هدينا تشيري لهين بهائمتا حولها اي حيوانات كأن هدلين دمبق لهين رب إلهي كوا أقولنا حريصانا هدينا تشيري لهين ما استاهلان إيوح الله سيئ لبيع الله سيئ لكن إلهي انتاسو أقولنا حريصان عيال يرير دقيقان دمبق لهين حولها حيواناتك عياناتك كواسا إلهي لبيع ده أسود دكينا يا كواسا صوبتو الله أقولنا حريصان وإلا ما يستاهلان دد زكدي ديدا حقوق دي حولها ريبتي إن روبلسي ما يستاهلان سيداس دراد الحقوق دا بحيا وحوله نكسي يوحي إلهي كوة شبية كبعية وحا عجيبة وحير ترير بسنتير وصنتكي هالمرأة مركي لغفرة أذيقو لغب خيلو لعشدو إلهي تبارك وتعالى وأباركينو إنتي عشدين الربتين كمان يالكود باكر دمانيس ولو أي بحين لهايين إنت يرت أنا كمان يالكو وأبد بادي لهايين وأنا أترمي لهايين وأبر وقوبي لهايين وحير بيديدين مركاسي وحبدا وايين سيداس درادت سي إلهي أردبك أقاضو حولا حقوق دك بحية وحالم إذا سيدو كالي أصابتك أسبابتك كم إذا إن سوقيا دا يكنع السيقا لهاقاتيو إن ظلمك لدايو إن غشك خيانة لدايو إن معاملاتك شرع عدا خلاف سنة وحلو قرادين يددك تشوتيان إن ددك الله الظلمين يو بيع يشرح اللقود الظلمين يو لدايو حقوق ذا الله إلاليو
nabigeennu sallallahu calayhi waalihi wasalam wuxuu leeyahay dadku hadday beega halbeega iyo miisaanka hadday nusqaamiyaan oy xuquuqdii dadka sidaa ku cunaan allah tabaaraka wa tacaala wuxuu ku imtixaana abaaro iyo noloshoo adkaata iyo madaxda oo ku noqoto madax xun oo jaa'iriin oon cadaalad lahayn madax xunna waa laydinku sallidi noloshuna cidhiidhi bay noqon oo way qaaliyoobi oo cidhiidhi bay noqon midda saddexaadna abaaro iyo roob la-aan baa dhici intaasoo maxay ku timid suuqii baa fasaaday si xun baa wax loo raadiyey ganacsigii baa kharimay waxaan ku cuninba waa la cunaa aabayeel ma leh ilaahay loogama baqayo ilaahay loogama baqayo mar hadday taasi dhacdo waa in roob la-aan yimaado waay sidaa nabigeenna sheegay salawaatu rabbi wasalaamu calayh sidaas dareed suuqyada hagaajiya oo xuquuqda iska ilaaliya oo madaalimta celiya oo si xalaala wax u raadsada oo mukhaalafaadka sharciga iyo waxaan aad xaqdarada ku cunaysaan daaya haddaad roob rabtaan sidaasi waa nabigeenna salawaatu rabbi wasalaamu calayh inoo sheegay waxaa ka mid a asbaabta iyada ah nabigeenna salawaatu rabbi wasalaamu calayhi markay roob la-aantu dhacdo waa roob dooni jiray salawaatu rabbi wasalaamu calayh laba siyood buu nabigu u roob dooni jiray sal alay wasalam midda koowaad weeye inuu dadka bixiyo oo bannaanka musallaha salaada ciidda lagu tukan jiray inuu dadka u saaro oo halkaa laba ragcadood ku tujiyo oo u khudbeeyo oo ilaahay u baryo oo maradiisa kala wareejiyo salawaatu rabbi wasalaamu calayhi taasi mid bay ahayd oo nabigu waa samayn jiray sala allahu calayhi waalihi wasalam ta labaadna waxay ahayd iyo dariiqada labaad ee nabigeennu ku roob dooni jiray sal alay wasalam khudbada jumcada inuu ku reeb doono maalin maalmaha ka mid a nebigu khudbaynayo taagan oo minbarka saaran ayaa nin baa masaajidka ka soo galay iriddiis nebigu qaabilay sala allahu calayhi waalihi wasalam markaasuu yidhi rasuul allah rasuulka ilaahayow xoolihii iyo hantina halaagsantay jidadkiina waa go-een abaar baa dadkii baabi'inaysa ilaahay noo bari nebigu sal alla alayh wasalam gacmuhuu taagay wuxuu yidhi ilaahuna waraabi ilaahuna waraabi ilaahuna waraabi rasuulku sal alla alayh wasalam isagoon minbarka ka degin wax daruura dhulka cirka ma saarnay isagoon minbarka ka degin baa cirkii isqabsaday usbuuc kaamil uu ciryuu roob ku da-ayey usbuuc kaamila jumcadii labaad waa la dhaqaaqi waayey ma ninkiibaa mise waa nin kale iriddu haddana soo istaagay wuxuu rasuulka ilaahayow roob iyo dhibic baana baabi'isay ilaahay noo weydiiyey inuu naga joojiyo nebigu wuxuu yidhi sal alla alay wasalam ilaahuw buuraha iyo togogga iyo meelahaasi ilaahuw ku siidaa dadka korkoodana ka leex markiiba daruurtii waa leexatay meelahaasi muxuu ahaa baadiyaha iyo buuraha iyo dhulka sare iyo meelahaas iyo togogga ayay aaday nabigeennu salawaatu rabbi wasalaamu calayh marka khudbada inuu ku rob doono hadigiisay ka mid ahayd salawaatu rabbi wasalaamu calayh waxaa ka mid ah asbaabta sugan ee roobdoonta lagu sameeyo in dadka tabarta yar loo naxariisto masaakiinta in la caawiyo kuwa dhibban in dhibaatada lala qaybsado in la saacideeyo dadka in loo naxariisto loo danqado dadka dhibaataysan maxaa yeelay nabigeennu salawaatu rabbi wasalaamu calayh wuxuu leeyahay naxariista waa laydii naxariisan eh cidda naxariisataa ilaahay u naxariistaayo raxmaddiisa hesha ciddaan naxariisanina looma naxariisto ixsaan sameeya idinkana waa laydiin samayn bixiya waa laydin siin haddaad ceshataanna waa laydinka ceshan sidaas daraaddeed kan kula jooga ku dhex jooga miskiinka ah faqiirka ah naafada ah rafaadsan waxba aan heli karin adigana jeebkaagu qoyan yahay wax sii sidaasaa ilaahay dhibaatada ku qaadaya tabaaraka watacaala ummad isu naxariisato isxambaarsata ayaa ilaahay wax siiya tabaaraka watacaala waxaa ka mid a asbaabta loo baahan yahay nebigeennana ka sugan salawaatu rabbi wasalaamu calayhi dadka tabarta yar ee ducafada ah inay ilaahay baryaan oo duceeyaan lianna ducadoodu waa uga dhowdahay markii addoonku baahan yahoo rafaadku ka muuqdo oo diiftu ka muuqato ducadiisu waa uga dhowdahay ka kale ducadiisa ilaahay waa uga dhowdahay tabaaraka wa tacaala nabigeennu wuxuu yuhi sal alay wasalam ruba ashcatha aqdar badanaa mid bus badan oo boodh badan oo baahan oo rafaadku ka muuqdo low aqsama cala allahi la abarah maanta hadduu ku dhaarto walle inuu maanta roob da-aya ilaahay dhaartiisa waa uga rumaynaya roobku waa imaanaya
dadku ma fiiriyaan. Hadduu iridda soo garaaco lagama furo, hadduu gabadh doono lama siiyo, hadduu hadla lama dhagaysto, ilaahay agtiisa si qiimo weyn buu ku fadhiyaa. Hadduu yidhaahdo walle inuu maanta roob dii, ilaahay tabaaraka wa tacaala dhaartiisa waa u rumaynaya, roobkuna waa imaanaya. Addoommo noocaasaa dadka ku jira. Sidaas daraaddeed baa fii saxiixi albukhaari waxaa ku sugan nabigeennu sheegay sal alay wasalam, ninka la yidhaahda sacad ibni abi waqaas radi allahu tacaala canhu ardaah ayaa waxoogaa wuxuu isu arkay dadka ka hooseeya inuu ka fadli badan yahay oo ka fiican yahay. markaasaa nabigu wuxuu uhi sal alay wasalam, hal tunsaruuna wa turzaquuna ilaa biducafaa'ikum, war sidiinaba risiqa laydin siinayo iyo guusha iyo liibaanta ilaahay idin siinaya ma wax kaleaad ku helaysaan? kuwiinan tabarta daran baa ilaahay idinku siinaya tabaaraka wa tacaala. riwaayaadka qaar ka mid a waxay leeyihin ducadooda, ducada ay ilaahay baryayaan iyo ikhlaaskooda ayaa ilaahay wax badan idinku siinaya tabaaraka wa tacaala. dadka kuwooda marka tabarta daran ee baahan ee qarsoon inay ducada iyo baryada badiyaan oo ilaahay aada loo baryo. nabigeenna salawaatu rabbi wasalaamu calayhi markii abaartu dhacday saxaabadu waa u yimaadeen, wuxuu rasuulku yuhi sallallahu calayhi wasalam, abaar baad ka sheegateen, roobkii oo dib dhacay baad ka sheegateen, allah tabaaraka wa tacaalana wuxuu idin amray inaad baridaan, inuu idinka aqbalana waa idiin ballan qaaday, allah baryo tabaaraka wa tacaala. markaasuu nebigu baryada badiyey salawaatu rabbi wasalaamu calayhi. marka in baryada la badiyo, ilaahay la baryo, loo towbad keeno, daacada la badiyo, xumaanta laga istaago, dadka tabarta darna noo naxariisto, sida xuquuqda xoolaha lagu leeyahayna la bixiyo, sidaasaa ilaahay dhibaatada ku qaadayaa, naxariistiisuna ay ku imaanay dhulki iyo samadaba ay kaga imaan biidhn illahi tabaaraka wa tacaala. sallu wasallimu calaa khaatami alanbiyaai waalmursaliin, allahuma salli wasallim wabaarik calaa cabdika warasuulika muxamed wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin, warda allahuma can asaxaabati waataabiciin wataabiciihim waman tabicahum biixsaan ila yowmi ddiin. allahuma inaa nas'aluka alhuda waltuqa waalcafaafa waalghina. اللهم لا تؤاخذنا بما فعلنا وبما فعل السفهاء منا يا أرحم الراحمين. اللهم أغثنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغثنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا يا مغيث يا أرحم الراحمين. اللهم أسغنا غيثا مغيثا مريئا مريعا نافعا غير ضار، عاجلا غير آجل يا أرحم الراحمين. اللهم اسق عبادك وبهائمك وانشر رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أحي بلدك الميت يا حي يا قيوم. اللهم أنت الغني ونحن الفقراء إليك يا حي يا قيوم. أسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، واجعله ما أنزلت لنا من الغيث قوة وبلاغا إلى حين يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. وسبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.